انا قاعدة على مريحة زي الراجل اللي بيتمرجح هناك ده. انا قاعدة بقى الناحية التانية دي المرجحة بتاعتي، جو هادي خالص والدنيا هص هص. بس دي المية السخنة هناك، هنا دي احلى حاجة في الكامب بصراحة. هو الكامب كله حلو، بس المية السخنة هي انا باجي سيوة عشانها. بس شكرا. كمان هذا كمان جهزناها مرتين غير دي. هو في هنا عين ميه سخنه؟ اه فوق. حمينا في الهوت سبرينج وخدنا شاور، ودلوقتي ميعاد الغدا. اكل سيوي مربوط. هاي وبقلز يا بقلز. مساج تايم، مساج تايم ليتل ويزلي. مساج مساج مساج. يس مور مور. You can massage yourself, you know. Why? You're so gorgeous. Is he your dog? Yes. Oh, so adorable. What is his name? Banafsek. Banafsek? Hi, يا جماعة. احنا في جزيرة فتناس. طبعا كل فيه عشان يشوفوا برد هنا. انا خدت لي غطسة نومة كده، وقتي كان عنده ساعتين سيشن اونلاين. انا نمت، حسيتش بنفسي. الباص طبعا كان متعب جدا، كنا اخر حجز كان اخر 2 تيكت، وقعدنا على الكنبه اللي ورا، ويعني تقريبا انا ادي كنا مكعورين في بعض. صحينا اخذنا الترسيكل، جينا عند جزيره فتناس عند عبد الله. دايما بحب الصيف بتاعهم اكتر. تمام، وقاعدين زي ما بيقولوا في عين الشمس. دي عين الشمس يا جماعه، دي مستنيين الغروب. واضافوا بقى الحاجات اللي هي الحاجات المائية دي، الناس بتلعب في المية، وانا ايه مستنية العصير بتاعي. وادي عمال يظبط الكاميرا بتاعته والفرخة بتاعتي. الكاميرا بتاعتي reinventing Anna? Yes. Yeah, it's amazing. Is it good? Yeah, amazing. I would recommend it. Wasn't that like about this Russian? Anna Sorokin. Yes. Because I remember, I caught my eye because I remember it being in the news. So that's yeah, case, so that's the case being the in the news. I really love that actress who plays her. She's yeah, in a show very called good. Ozark. Yeah, she's very she's good. She's in Ozark? I don't know if you heard about no, her show. No, I've heard of it, yeah, but oh, I didn't watch it's, it. She's brilliant. She's brilliant. Won like... I think she's one like multiple. اخر محطة بقى يا جماعة في سيوة قبل ما نطلع ونركب الباص، لازم ناخد الغدا بتاعنا، مش الغدا، العشاء بتاعنا في تيكيت الامير. ده كافيه ريستوران لسه فاتح تقريبا مش عارفة من كام شهر بس قريب. اوكي، بتاع امير، دكتور امير. وده المنظر من جوه رائع رائع رائع، والمكان من جوه تحفة. تيكيت الامير. هاخدكم جولة كده سريعة جوه في مكان لسه واخدين الدينر العشاء بتاعنا جوه، والكوفي جميلة جدا. صعب تلاقي الكابتشينو والكوفي هنا حلوة يعني قد كده، بس هنا كانت روعة جدا. هوريكم بقى المنظر من الأول. بصوا هنا الدخلة دي، تكية الأمير. تمام، ودي الحيطة. في مدخل هنا في الجنب، مركز زوار محمية سيوة.
تمام. شايفين القعدة بقى عالمية عالمية، شايفين المنظر. ده الباب التاني، تحسوا كده باب ملوكي، بيستوعب بقى اعداد كبيره جدا لو انتوا رحلات كبيره. شايفين القعده الخارجيه، المنظر طبعا ابو جولات الملح اتجنن، وفي حبيبتي بالمتري، انا بحب الاشجار جدا. تمام، هنا كده في قعده داخليه جميله قوي عجبتني. هنا طبعا المطبخ. تمام، هنا مركز زوار محميه سيوة. انا مش عارفه ايه جوه، ممكن بقى نبقى نسال امير من جوه. وهنا البار، او تطلبوا اوردر الكوفي بتاعتكم. ده المكان، الاجواء كده تحس ان هي وورم ودافيه وجميله. في قاعده فوق هنطلعها بعد شويه، بس نشوف الجنب التاني. هنا بقى قعده ايه، النار والمرجيحه، الناس هنا قاعده كده بتتغدى وبتتعشى. هنا رقيه النار، وهنا المكان بقى جميل جدا، في مرجحتين كده لو انتوا عايزين تدلعوا. اوريكم بقى الاوضه اللي جوه. هنا الحمام، هلو. ده حمام حريم، حمام رجالي. هنا هنا المكان من جوه رائع، والموسيقى جميلة جدا. احنا طبعا خلصنا، عملنا تشيك اوت من الصبح، فالباص بتاعنا متأخر قوي بالليل، فحبينا بقى نقضي اليوم هنا كده تشيل اوت كده ونتدلع. خدنا الكوفي بتاعتنا، عجبتني قوي اللمدي دي، شالي القديمة، عجبني قوي ان هم مستخدمين دي كديكوريشن. من الباب شايفين روعة الباب، مصنوع كده من الخشب وحبال. عجبتني قوي الاباجورات، او سوري النوافذ، الويندوز، الشبابيك جميله جدا. عجبني قوي المكان هنا من جوه، السين بتاعه جميل قوي. والمكان بقى مستو يا جماعه، اللي هو نظيف، تقعدوا كده على الكراسي. مشكله هنا في سيوة ان التراب والغبار موجود، يعني انا من النوع اللي انا بنزعج جدا من التراب، بس لازم وي هاف تو ادابت. عجبني قوي اللمبه دي، شبه الجبل الرمال او الجبال اللي موجوده هناك. كل الحاجات هنا طبيعيه، مصنوعه من مواد طبيعيه. هاخدكم بقى لفه فوق، نطلع فوق. طلعنا تاني بره، هنا بقى لما بيعملوا المشويات الجريل، وهنا زي فرن كده قديم. هنطلع بقى الدور التاني اللي فوق كده. هنا في زي مربوعة كده قاعدة على الأرض، وفي قاعدة الكراسي بتخشوا كده على طول. أهم حاجة يا جماعة إن هنا ملح، انتوا مش محتاجين تروحوا كهف الملح، انتوا تعالوا اقعدوا هنا. شايفين الأباجورة جميلة قوي، فانتوا كده كده هتاخدوا الجلسة هنا ببلاش، وانتوا قاعدين بتاكلوا وتاخدوا الكوفي بتاعتكم. هنا المكان متغطي بالجريد، احنا كنا قاعدين هنا، دي شنطنا وحاجاتنا. اوكي،
والمكان كله متغطي لو انتوا حابين بقى كده تستكنيصوا والدنيا هادية. وده الشكل من فوق. المكان رائع رائع والخدمة جميلة جدا جدا، حاجة كده عالمية. عندي مفاجأة ليكم يا جماعة، شايفين المكان هنا؟ وده صاحب المكان اللي قاعد هناك ده. حسبت على الكوفي؟ ده صاحب المكان. شايفين المكان بقى ميزة بقى المكان كده نضيف، مفيش تراب. انا مبسوطة قوي من النظافة. كل حاجة اللمبات كلها مصنوعة من الملح. وهنا سيوة بقى. المكان برضو مستوه ان هنا ورانا الناحية التانية كده، هنا بتروح السنتر بتاع سيوة، وجنبنا هنا على طول في مكنة الاي تي ام. عندكم مكنتين، واحدة بنك القاهرة، واحدة بنك الاهلي، ومحطة الباص ستيشن. الشارع ده تمشوا كده باص ستيشن على طول. فكان معايا اصحابي، فعشان احنا عملنا تشيك اوت بدري عشان ما ندفعش يوم زيادة، فعملنا تشيك اوت بدري وجينا حطينا شنطنا هنا وقعدنا. يعني كأنه اوتيل بجد، تحسوا ان انتوا قاعدين في ريزورت كده. المكان مريح جدا، الاكل حلو قوي، الاسعار كويسة جدا. ده ادي اوكي مش شايفني. احنا عشان عملنا تشيك اوت بدري، فجينا بقى استمتعنا طول اليوم هنا بالمكان. الناس ضيفه جدا، خدمه حلوه قوي. قعدنا بقى، حتى احنا كنا منتشرين في المكان كانه الريزورت بتاعنا والمكان مكاننا، وارتحنا جدا. يعني في اماكن يعني تاخدوا فيها راحتكم، الكراسي مريحه جدا، ولغايه ما يجي ميعاد الباص بتاعكم الباص وراكم على طول. اوكي ما تنسوش كالعاده اللايك والسبسكرايب والشير. هاي ادي، وين ار يو جوينج؟ وين ار يو جوينج؟ داخل ينام جوه. احنا من الصبح مريحين هنا داخل الكون بتاعه. احنا كنا نايمين قاعدين بناكل، وقاعدين بقى نايمين هنا عشان زي ما قلت لكم ان احنا عاملين تشيك اوت بدري. فزي ما قلت لكم يا جماعه هنا، تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، وتدعموني وتعملوا كومنتات وتشيروا لاصحابكم وتقولوا لاصحابكم يعملوا سبسكرايب لقناتي. ها زي ما بقول لكم كده، اوعوا تنسوني عشان اتشجع واعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. ولو عندكم اي سؤال او كومنت ازاي تروحي سيوه، ازاي تروحي اي حته حوالين مصر، ابعتوا لي وانا هساعدكم. باي. سي باي ادي. ها يا جماعة، النهاردة اخر يوم في رحلتنا، بعد كده هنرجع تاني دهب. قاعدين في الكامب كده بتشيل اوت، الجو ساني جميل، وفي ورود وشجر، الدنيا هادية كده، قاعدين بنستجم في سيوة. يعني ما تحركناش كتير، رحنا بس الحاجات الاساسية. اول يوم وصلنا الصبح، عملنا ايه، نمنا، بعد كده ريحنا شويه يعني، وبعد كده اخذنا اللانش بتاعنا، وبعد كده رحنا وسط المدينه ذات نفسها، قعدنا اتفرجنا على الحاجات، المشغولات والتمور والحاجات دي، مشيناش اي حاجه كالعاده. بعد كده طلعنا جبل شريف، مشينا على المدينه القديمه شويه كده، واتفرجنا على سيما من فوق، وبرده رجعنا قعدنا نتمشى في نص البلد كده، وخدنا العشاء بتاعنا في مطعم عبدور، الاشهر المطعم هنا في سيوه. وبعد كده رجعنا الكامب تاني، نزلنا المايه السخنه. هي ميزه الكامب هنا ان المايه السخنه يعني في عين ميه سخنه، فاحنا قاعدين على القعده بس على المرجحه، فبكلمكم كده وانا على المرجحه، فقاعدين كده. روحنا بالليل قعدنا في المايه السخنه،
هو كان الهدف ان احنا نبقى في كامب عشان نبقى المايه السخنه بتاعها بالنسبه لنا في اي وقت، فبننزل مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل قبل ما بننام، بس بننزل كتير يعني نتنقع. تاني يوم اللي هو امبارح صحينا اخذنا البريكفاست بتاعنا، بعد كده رحنا السولت ليك. السولت ليك كانت جميله جدا طبعا، عنا بتاع ساعة ونص هناك، وخدنا حمام شمس كويس جدا مع الملح، فاتكلنا حصل لنا بيرنينج وإريتيشن كتير يعني. بعد كده رجعنا الكامب تاني، ريحنا شوية. اول ما رجعنا من السولت ليك قمت انا عاملة ايه بقى، رحت يعني نزلت في المية المية السخنة على طول. يعني ما استنيتش لغاية ما اروح اوضتي عشان استحمى، نزلت فضيت الملح بتاعي في المية السخنة. بعد كده خدنا شاور، وبعد كده رحنا سفاري، طلعنا سفاري لغاية الغروب. واول يوم، اول يوم احنا بعد ما خدنا الغداء بتاعنا رحنا في تناس الاول قبل ما ننزل المدينة، يبقى احنا رحنا في تناس، بعد كده نزلنا المدينة، طلعنا جبل شالي ونزلنا المدينة تاني، تمشينا، بعد كده روحنا اخدنا نزلنا في الهوت سبرينج اللي في الكامب بتاعنا. امبارح صحينا رحنا السولت ليك، قعدنا شوية حلوين، رجعنا الكامب استحمينا ونزلنا برضو المية السخنة شوية قبل ما نستحمى، وخدنا سناك كده بسيط، وبعد كده رحنا السفاري لغاية الغروب، اخدنا بقى التمر والسوداني والفواكه والشاي كده، واسترخينا وشفنا لغاية ما الشمس الغروب يعني حصل. ورجعنا الكامب تاني، حصل ايه تاني؟ رجعنا الكامب اخدنا شاور كده سريع، وبعد كده نزلنا البلد تاني، اكلنا وتمشينا شوية، واتقابلت صحابي هنا سلمت عليهم، ورجعنا الكامب تاني. بس ايه بقى، يعني احنا مش قعدنا في الهوت سبرينج، احنا نمنا في الهوت سبرينج، قعدنا بتاع ساعتين لغاية ما كنت خلاص كنت بموت يعني، لان الهوت سبرينج مستاهل يعني، انتوا المفروض ما تقعدوش فيها كتير، بس احنا بقى ايه اتعرفنا هنا على شوية اجانب، فقعدنا نتكلم طول الليل، ومفروض ان كل شوية بتطلعوا وتشربوا بق مية، في المية الجو كان ساقع قوي، فكل ما اطلع ابرد، كل ما انزل الهوت سبرينج اتحر، فالوانا مش عارفة اوصل يعني اتسقع ولا اتبرد، يعني مش عارفة ايه القصة. وفضلنا قعدنا كتير. الهوت سبرينج بقى خليتني انام نوم الكفار يعني، نمت من 12 لغاية 11 تاني يوم، وكنت هنا في الكامب. الميزة ان اول يوم معرفتش انام لان الماترس المرتبة كانت سيئة جدا للغاية، فاشتكيت قلت لهم بسرعة معرفتش انام وصحية بصداع، فبصراحة تاني يوم لقيتهم جايبين لي فوق جديدة وجايبين لي مرتبة جديدة ومخدات جديدة وكل حاجة جديدة، فاللي هو يعني شايلين الورق من على المرتبة قدامي، فانا اول واحدة انام على المرتبة دي، فكان احساس رائع كده ان انا اول واحدة انام على المرتبة دي، فمتأكدة ان هي نظيفة 100% يعني. ونمت بقى، فنمت مع المية السخنة اللي انا اتنقعت فيها بتاع ساعتين ثلاثة ده، نمت بقى نوم يعني اللي هو طول الليل نايمة كده بستجم مع نفسي، فاكرة ان انا لسه في الهوت سبرينج. بس وصحينا بقى النهاردة. بصراحة يعني ما يعني مش حابة اروح الحاجات الاثرية لان روحتها قبل كده، امون والاسكندر وكليوباترا، انا سمعت ان كليوباترا زحمة قوي 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 دلوقتي، فقلنا خلاص احنا نقعد نستجم كده ونروق، مش محتاجين ان احنا نتحرك. والكامب هنا فيه كل حاجة يعني، انا اوريدي كنت مصوره الكامب ده قبل كده في فيديو تاني، هحط لكم اللينك في الديسكريبشن تحت اتفرجوا عليه. ودي كانت الرحله بتاعتي من دهب، بعد كده سافرنا القاهره، ومن القاهره رحنا اسوان، ركبنا طيران لاسوان، ومن اسوان اخذنا الكروز لغايه الاقصر، ومن الاقصر اخذنا طلعنا من المطار، من المطار الأقصر لمطار القاهرة، ومن مطار القاهرة رحنا للباص ستيشن، اخدنا الباص اوفر نايت طول الليل لغاية هو ما فيش غير اتوبيس وصل غرب الدلتا، فاخدنا الاتوبيس لغاية يعني احنا وصلنا من الطيارة الساعة 9، اخدنا من 9 على طول لمحطة الباص، وصلنا الساعة 10:30 وقت ما الباص طالع يعني، كان اخر تذكرتين للباص احنا اخدناهم، اخدناهم. بصراحه كانت النومه صعبه قوي لان كان اخر كنبه والباص كان كله كومبليت، كان صعب جدا جدا جدا، فاخدنا طول الليل على الطريق.
ما كانش فيه تشيك بوينتس خالص غير قبل دخول البلد باتنين كده حاجه، اللي هو بير نص، وده الطبيعي لازم تاخد فيه تشيك بوينت. بس طول الطريق ما صحوناش بصراحه، كنا نايمين طول الوقت. وصلنا هنا الساعه 10، ركبنا 10 بالليل، وصلنا هنا الساعه 10 ونص الصبح. جينا على الكامب مش نمنا يعني، ريحنا كده، مزجنا كده شويه، هدينا نفسنا بعد المطار والجري عشان نلحق الباص والكلام ده وكده. ووصلنا بقى هنا، قعدنا 3 ايام ليلتين، والنهارده هنرجع تاني اسكندريه نشوف اهلي، ومن اسكندريه هروح لدهب. ودي كل الرحله. لو عندكم اي اسئله، اسعار، عايزين تعرفوا اي حاجه، لان طبعا كل حاجه بسافر عليها على لو كوست. فلو عندكم اي اسئله، عايزين تعرفوا اي حاجه، استفسار، اكتبوا لي في الكومنتس وانا هرد عليكم. تنسوش اللايك سبسكرايب وشير، وادعموني كتير 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 عشان اتشجع واعمل لكم فيديوهات كتيره. ان شاء الله انتظروا مني الايام الجايه، هحتاج كتيره جديده هروحها، والتصوير هيكون اعلى وهاي كواليتي اكتر من كده. انا مش واخده الدنيا كده التصوير بشكل بروفيشنال، بس ان شاء الله النهارده، يعني مش النهارده، الفتره دي اتعرفت على كام بالصدفه كده، على كام يوتيوبر شجعوني بصراحه ان انا اهتم بقناه اليوتيوب بتاعتي. وحبي يعني حسيت ان هو حلو. انتوا توثقوا كل حاجه. اوريكم منظر اللي انا قاعده فيه دلوقتي كده سريعا. ويلا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير. باي.